ذكرى النصر مشاهدينا الكرام تذكرنا بأمجاد الجيش المصري وأمجاد الشعب المصري في هذا اليوم الميمون وفي هذا اليوم الجميل الذي كان بمثابة الدفاع عن أمتنا وعن عقيدتنا وعن شعبنا المصري. لهذا الإطار مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء أركان حرب عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء أهلا بك وكل عام وأنت بخير بمناسبة رمضان وبمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة. أهلا سيادة أستاذ مصطفى وكل سنة وحضرتك طيب والشعب المصري بل والعربي كله بخير وبسعادة. سيادة اللواء عادل عندما نتحدث عن انتصارات ذكرى أكتوبر يكون الفخر والمجد والعزة والكرامة ونتحدث وكلنا أمل وفخر بما حققه الجيش المصري وبما حققه أيضا الشعب المصري في هذه الحرب الغير متكافئة والتي انتصر فيها الشعب المصري والجيش المصري على أعدائه وحقق الأهداف المنشودة. كيف تتذكر يعني هذه الانتصارات العظيمة التي حققها جيشنا العظيم؟ أعتقد يا فندم أن كل التهنئة والتقدير للشعب المصري وللأمة العربية بحلول هذه الذكرى العطرة اللي فعلا كلنا دائما أبدا ما تكون هي نبراسا لنا وموجها جيدا لنا لكي نتحدى التحدي وأنه لا صعب ولا مستحيل أمامها القدرات وعزيمة وإرادة الشعب المصري. القدرات القتالية للشعب المصري اللي ظهرت في التحدي وتحدي المستحيل وقهر الاحتلال واستعادة الأرض والعرض والكرامة من خلال عقيدة ثابتة راسخة جواه اللي هي النصر أو الشهادة ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة حتى نسترد أرضنا وعرضنا. هذه الأطروحة هي اللي كانت بتشغل بال ورأي كل المسؤولين داخل الدولة المصرية من جيش وشعب ومؤسسات وكل مفهوم الدولة بصفة عامة وكل مقاوماتها. الشاهد ان هذا التكاتف اسفر عن انتصار لازال يدرس كما ذكرت سيادتك ونتشرف به ونفخر به حتى الان ونظل نفخر به لان ده دلاله على ان الاراده المصريه والعزيمه المصريه والاصرار المصري لا ينكسر ابدا امام شيء ولكنه دائما هو الغالب وهو المنتصر وكانت النتيجه الحمد لله استعادتنا لارضنا وعرضنا حتى في ظل التحديات اللي بتجابهنا. يمكن السيد الرئيس اثناء تفقد اليوم لابناء القوى المشتركه شرق القناه وتحديثه وحواره المثمر الذي اشعرني انا شخصيا بكثير جدا من الشجن لان هذا الشعور وهذا الاحساس بتواجد القائد الاعلى للقوات المسلحه على الخطوط الاماميه وتواجده بين ابنائه دلالة على أن الحمد لله ويقينا ثابتا أن الدولة المصرية والقوات المسلحة المصرية استعادت استطاعت أيضا أن تقضي على الإرهاب وتقضي على شقته المعوق الأساسي للتنمية. احنا في إطار جمهورية جديدة وفي إطار تنمية شاملة وتنمية مستدامة ورؤية مصر 2030 فكان التحديات اللي بتقابلنا كتيرة ولكن أعتقد أن المشاهد اللي بنشوفها دلوقتي ده أكبر دليل على أن الحمد لله استعدنا فعلا سيطرتنا الكاملة على وقادنا على الإرهاب اللي كان بيحاول أن يعوق التنمية ويشل من حركة التقدم للدولة المصرية. ست اللواء عادل بالإضافة لما ذكرت هناك أيضا موضوعات مختلفة تتعلق بتحديات كبيرة تواجه الدولة في هذا الموضوع وبالإضافة إلى أن هناك تنمية وهناك أيضا تنمية عمرانية على أرض الواقع في سيناء. كيف تتابع ما يجري وما تقوم به الدولة المصرية من جهود لإعادة الإعمار والتنمية والحفاظ على هذه الرقعة المباركة من أرض مصر؟ اعتقد ان الشاهد هنا في مجموعه من الامور انا اخذها شق شق. الشق الهندسي كان عمل انشائي لما اجي اشتغل في اربع مدن رئيسيه وثلاثه ثانويه اللي هي سبع مدن في سيناء تستهدف توطين من 3-8 مليون مواطن مصري نبداهم بالترتيب بدون شك. رفح الجديده وتم الانتهاء منها. الاسماعيليه الجديده وتم الانتهاء منها. السلام المنونيه بورسعيد 1 و2 تم الانتهاء منها ادي ثلاثه. الرابعه بير العبد الجديده وجاري تجاري تحقيق الانجاز فيها. اللي عندي في الشرق في جنوب سيناء ثلاث مدن اخر او ثلاث مدن رئيسيه. نعم. مدينه التجلي سانت كاترين دي احد المدن اللي سيتم افتتاحها في شهر ديسمبر القادم ان شاء الله في عيد القديسه هلانا. مدينتين اخرتين الطور الجديده ودهب الجديده. اذا سبع مدن في سيناء تستهدف توطين الكثير من ابناء الشعب المصري. الجزء الاول، الجزء الثاني فكره ربط الوادي بالدلتا من خلال الوادي والدلتا بسيناء من خلال الانفاق والكباري اللي تم انشائها خلال الفتره المنصرمه، يعني هناك اصرار عند الدوله المصريه لذلك.
حجم المعدات الهندسيه نعم اللي كانت تم تجهيزها عشان تدخل سيناء للبدء والتاكيد على اعمال التنميه، اعتقد ان كلها شهود ودلائل كثيره جدا، اضافه ل 2225 كيلو متر طرق تم تنفيذهم لربط التجمعات البدويه نعم بالطرق الرئيسيه سواء كانت عرضيه او طوليه. كل هذا الكلام جزء من قليل نعم يعني قدمته الدوله المصريه لكي تؤكد وما زالت تقدم نعم حتى بين سيناء هي الرئيسي في نعم هذا الموضوع. كل الشكر وتقدير ضيفي الكريم سيادة اللواء أركان حرب عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، شكرا جزيلا لك.